مواطنون لا مهاجرون، هذه الرسالة التي يريد أن يرسلها مؤتمر مسلمي فرنسا المنعقد هنا في بورجيه في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. المؤتمر الذي ينعقد منذ أكثر من 3 عقود، والذي من المتوقع أن يصل عدد زواره هذه السنة إلى 200,000 زائر قادمين من فرنسا ومن دول أوروبية أخرى، اختار شعار فرنسا والمستقبل لإظهار مدى التزام المسلمين في فرنسا بالنقاشات العمومية ولتقديم تصورهم حول مجتمع يقبل بالتعددية. المؤتمر أيضا ينعقد في ظل ظروف استثنائية بعد أسابيع من المجزرة التي حدثت في مسجد في نيوزيلندا، إضافة إلى تزايد المد الشعبوي وتزايد مظاهر الإسلاموفوبيا هنا في فرنسا وفي مختلف الدول الغربية، قضايا خيمت على النقاشات منذ اليوم الأول لهذا اللقاء، وهو ما دفع المشاركين إلى التأكيد على أن هناك تخوفات حقيقية من طرف المسلمين على سلامتهم وعلى أماكن عبادتهم، وهو ما دفعهم أيضا إلى الدعوة إلى سن قوانين رادعة لمواجهة الإسلاموفوبيا. ويبقى السؤال، هل ستجد هذه الدعوات آذانا صاغية؟ هو الموضوع يعني يتبع سلسلة معينة، نحن ناقشنا قبل سنة أو سنتين العيش المشترك، الآن من العيش المشترك إلى العمل المشترك وإلى البحث عن مستقبل مشترك زاهر لكل مكونات المجتمع الفرنسي، ونحن إحدى هذه المكونات. الواقع لا يفرض نفسه على الناس، إنما الناس هم الذين مطلوب منهم أن يغيروا هذا الواقع. صحيح أن هناك بعض الأصوات وهي نشاز في الحقيقة لا تعبر عن المجتمع الفرنسي أبدا. المجتمع الفرنسي ليس عنصري بطبعه وليس إسلاموفوبي بطبعه، إنما هناك أصوات ولها نفوذ وعندها في الحقيقة أبواب مفتوحة في وسائل الإعلام مختلفة، لكن بيننا وبينهم الزمن، فنحن كمواطنين في هذه البلاد نتدافع، سنة التدافع موجودة في كل الطوائف، فنتدافع كمواطنين أيضا نعبر عن خصوصيتنا الدينية لكن في مجالها الخاص. أما في المجال العام فنحن مواطنون بكل ما تعني الكلمة من مواطنة. المخاوف يا أخي موجودة وستظل، ولكن هذه المخاوف لا تخيف إلا من يعطي لها حجما أو قدرا أكثر من حجمها. نحن المتحدث إليكم 40 سنة حضور هنا في فرنسا، واتحاد منظمة الإسلامية قديما مسلم فرنسا حديثا، يعني عاش أكثر من وأصعب من هذه الحملة اللي نعيشها الآن، عاش حملة الإرهابية المتتالية في 94، 95، في 2015، 2016، فنحن نحاول أن نتكيف مع هذه الأوضاع الصعبة. نعتقد أنها في الحقيقة أمور ستمر والمسلمون في هذه البلاد يعني الحمد لله الآن أغلبية المواطنين الذين يعني نتشارك وإياهم في قضايا كثيرة بدأوا يعني في الحقيقة يعترفون بخصوصية المسلمين في هذه البلاد وبحقهم في ممارسة شعائرهم التعبدية، وفي حقهم أيضا للتنديد واستنكار كل ما هو يعني يقصدهم ويشير إليهم بالبنان على أنهم أداة قلق وأداة مشاكل. نحن من الذين يطالبون بهذه، ولقد قمنا باتصالات سواء مباشرة من قبل المسلم فرنسا إلى الجهات المعنية أو من خلال المؤسسة الرسمية، مؤسسة المجلس الفرنسي الإسلامي، لأن لابد وأن يخرج قانون يجرم المساس بالمعتقد، المساس بالمسلم كمسلم في هذه البلاد، ويشير إليه على أنه مصدر قلق وأنه ويخيف به المجتمع. الإسلاموفوبيا لها معنيان، المعنى في الحقيقة الحرفي، لا يعني في الحقيقة المعنى الحرفي أنك تخاف من الإسلام، حقك هذا أن تخاف من الإسلام، لا أحد يمانعك فيه، أما أن تخيف الناس بالإسلام
أو أن تخيف الناس بالمسلمين، فهنا يعني يكمن الخطر، وندعو إلى استصدار قوانين تجرم هذه التصرفات. المسلم لا يمكن إلا أن يكون متفائلا، إذا دب التشاؤم إلى قلب المسلم فهذا لنقص إيمانه، لأن هذا الكون له رب يحميه، وهذه الأمة محفوظة، وهذه الجالية محفوظة، القرآن محفوظ، الأمة محفوظة، والآن ثم هناك إحصائيات رسمية تدل على أن الحمد لله الخط البياني للوجود الإسلامي والالتزام بالإسلام والعودة للإسلام في تصاعد، الحمد لله رب العالمين. كيف هو حال المسلمين عموما في الغرب الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا وحبيبنا محمد، وبعد أحييك أخي الحبيب وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، ولله في كل محنة منحة. لقد كانت حادثة كبيرة وألما يعني غائر أصاب المسلمين ليس في نيوزيلندا فحسب، وإنما في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، بل أصاب الإنسانية في كل مكان في مقتل، لأنهم رأوا أناسا يعبدون الله سبحانه وتعالى واقفين بين يديه مسالمين ليس معهم شيء، وإذا بيد الغدر تأتي فتبيدهم من الخلف وهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. لك أن أحكي موقفا حدث عندنا في أيرلندا، استدعينا كان أمين العاصمة قادم، وكان وقت الصلاة فدخل المسجد فجلس ونحن كنا نصلي، فبعد الصلاة وجدته يبكي فتعجبت، قلت له مما تبكي؟ قال أنا لم أكن أتصور كيف يحصد هؤلاء العدد يعني والناس مسالمين، لا أحد يدافع، لا أحد يجري يمينا ولا يسارا، فلما رأيتكم الآن تصلوا يعني تخيل لي كيف جاء هذا الغادر من الخلف وأباد من أبادهم. لكن بعد يعني في طيات هذه المحنة لا شك منح من الله سبحانه وتعالى، نحن رأينا تعاطف العالم كله معنا بفضل الله، نخص المسؤولين في نيوزيلندا بدءا من رئيسة الوزراء مرورا بالوزراء والإعلام وكل الشعب الذي وقف إلى جوار المسلمين هناك، كذلك في كل مكان نحن رأينا يعني الناس يتعاطفون مع الناس، رأينا الناس يأتون لحراسة المساجد، رأينا الناس يأتون للوقوف يعني صفوفا ليحموا بيوت الله وليحموا المسلمين في أداء صلواتهم. هذه الحقيقة أنا أرى منحة من الله سبحانه وتعالى، مع عزائنا الكبير لما أصاب أهلينا في نيوزيلندا، ودعائنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى، لكننا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، هم شهداء إن شاء الله الذين سبقوا عند ربهم مرزقون كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى ندعو لهم وندعو للجرحى أن يشافيهم الله سبحانه وتعالى. الشيخ تحدثتم على مسألة التعاطف العالمي مع المسلمين، كيف يمكن استغلال هذه المشاعر النبيلة في العالم لفائدة المسلمين ولفائدة حماية المسلمين في الغرب؟ هذه الحقيقة نقطة مهمة، هو على جميع المسؤولين وأخص جميع المسلمين وأخص المسؤولين منهم أن يستغلوا هذا الحدث الحقيقة ليحاولوا أن يتقدموا بمشروع لتجريم الإسلاموفوبيا كما يجرموا العداء للسامية ويجرموا غيرها، وذاك الآن حان الوقت لأن يقف المسؤولين عن المسلمين، لأن يقف محبي السلام والإنسانية في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى ليضغطوا على المحافل الدولية
وحقوق الإنسان لكي يصدروا قرارا بتجريم الإسلام فوبيا الذي يصيب المسلمين في كل مكان للأسف، والذي يجعل العداء ظاهر تجاههم من بعض أولئك الحاقدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. رشحت لأن أكون في لجنة التحكيم لمسابقة القرآن الكريم في فرنسا، فكما قلت لك أن الترشيح يكون قبل أن الطلبة يأتون هنا، فيه دور التصفيات، فالتقييم يكون خاصة في الحفظ وفي قواعد التجويد وكذلك على الأداء، فلا بد أن يكون الطالب يجمع بين هؤلاء المعايير الثلاثة: الحفظ والتجويد والأداء كذلك. ثم تقريبا يعني في فرنسا هذه السنة تم 400 هكذا من الطلاب من خلال التصفيات، وفي الأخير وصلنا هنا إلى باريس إلى ما يقارب ما بين 60 و70 متسابق، فلله الحمد من يوم الجمعة إلى يوم الأحد يعني استمعنا إلى ما يثلج القلب من آيات من كتاب الله مع يعني مختلف السن مختلف السنوات، من تقريب 7 سنوات أو 6 سنوات إلى 25 سنة، فلله الحمد يعني كانت تجربة ممتعة. أنا أول مرة أفعل أكون يعني من لجنة التحكيم. الحمد لله، والله بصفة شخصية حضرت بعض المسابقات خارج فرنسا، مثلا في دول مثل كرواتيا والبوسنة، فرأيت هناك كذلك يعني الإقبال هناك، ولكن في فرنسا الشيء الذي يعني لاحظته هو أن من الصغر الآباء والأساتذة يعني وجدوا فرصة حتى الطفل الصغير يتقن التجويد من صغره. هذا الشيء الذي امتاز به يعني في فرنسا، ولله الحمد، والفضل يرجع إلى الآباء والأمهات وإلى المشايخ، فهذا الذي يعني إقبال يعني سنوات سنوات سنوات، فنرى ما شاء الله يعني المستوى عالي، وخاصة في يعني التنقيد يعني أحيانا نكون حرجين، يعني لا نعرف من نضعه أول أو الثاني، يعني المستوى يعني راقي جدا. L'année prochaine, il faut absolument concourir par rapport à un niveau au-dessus. En français. Surah Al-A'raf, Al-Ayah 21. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. اسمي أيوب حداد، وحفظت 60 حزب، وحفظت القرآن بنعمة الله وبوالدي. أنا سعيد بالمشاركة وكنت سعيدا وقرأت القرآن في المسابقة، فكانت المسابقة كانت جيدة. الله أعطاني المحبة لأن أحفظ القرآن الكريم.
سأكون إن شاء الله معلم، لأن أحفظ القرآن للتلميذ ونصبحهم أيضا شيوخ. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المرشحين الذين رأيتموهم منذ يوم الجمعة والسبت وهذا اليوم هم يعني هم مرشحين اخترناهم من خلال مدة 6 أشهر. كل منطقة من فرنسا كانت تأتي بالمرشحين، نفعل لهم مسابقة يعني امتحانات، وبعدها كانت التصفيات ما قبل الأخيرة، وإن شاء الله هذا المساء على الساعة 9:30 مساء ستكون التصفيات الأخيرة إن شاء الله. نعم أكيد فيه قواعد ومعايير لاختيار المرشحين، نعم لابد أن يكون الطالب، نحن نختبر الطالب أكثر من ناحية الحفظ وكذلك الإتقان كذلك، لكن إتقان مثلا مع الذين عندهم حزبين أو 5 لن نشدد معهم كثير، لكن من ناحية نصف القرآن وكامل القرآن بكله نأخذ يعني ندقق معهم حتى خاصة في الإتقان. الطالب الذي يحفظ القرآن لابد عليه من تعلم اللغة العربية أولا، فلا يستطيع الطالب بدون تعلمه اللغة العربية أن يبدأ بحفظ القرآن، فدائما الطالب الذي يحفظ القرآن عنده يعني معلومات ولو قليلة من ناحية اللغة العربية. النصيحة التي أقدمها للمرشحين هو أن يكون همهم الوحيد هو رضا الله عز وجل، وهذه المسابقات تكون حافز لهم للمراجعة والتقدم في الحفظ، الذي حفظ 5 أحزاب يتقدم السنة المقبلة حتى يرشح نفسه ويقدم 15 حزب النصف القرآن بأكمله وهكذا، وخاصة أنه هذه المسابقة لا يجعلها مسابقة حتى تسبق أخذ الرتبة الأولى، لكن يجعلها حافز للمراجعة. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. سورة الأعراف الآية 22 الآية 22. الله أكبر، تكبير. Donc le verset, il est sur le côté droit ou le côté gauche? Côté gauche. Le côté droit, le premier verset. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Le côté. المعرض اختار تقسيم أنشطته إلى عدد من الأقسام، القسم الذي نتواجد فيه حالياً وهو مرتبط بكل ما يتعلق بالإسلام من أركان الإسلام وسيرة النبي والمعاني القرآنية، إضافة إلى المساجد والرموز الإسلامية كما نشاهد خلف قبة الصخرة والمسجد الأقصى، إضافة للتعريف بالمسجد النبوي. هناك أيضاً عارضون يقدمون المآسي التي يتعرض لها المسلمون في مختلف الدول، مسلمي روهينجيا في روسيا، التضييق الذي يتعرض له المسلمون في الصين، ويعرفون بقضاياهم ويعرضون أشرطة فيديو لهذه المآسي. هناك قسم آخر مخصص للندوات الفكرية ولمناقشة التحديات التي تواجه المسلمين، إضافة إلى قسم التسوق حيث يتم عرض كل ما يحتاجه المسلم في يومياته من منتجات تقليدية ومنتجات حلال وألبسة وكذلك أغذية. أما القسم الرابع والأخير فهو المخصص لمسابقة تجويد القرآن الكريم، شارك في البداية 600 مشارك، والآن وصلنا إلى المراحل الإقصائية ليتم الإعلان عن الفائز، ولكن الملاحظ أن المسجد الأقصى يحتل قلب المؤتمر، وعندما سألنا العارضين قالوا بأن الأمر كان مقصودا لإبراز مدى مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لجميع المسلمين على الرغم من موجات التطبيع وكل ما تتعرض له القضية الفلسطينية. أنا ابن القدس ومن هون من هون أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها، اسمعني يا كل الكون لحمي وعظمي من غوفي. أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح.
احنا الحق الماضي طالع عن قدس الامي بندافع احنا الحق الماضي طالع عن قدس الامي بندافع من كل حاره وبيت وشارع راح نفديها نسمع انا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد مش متزحزح اسمعني يا كل الكون لحمي وعظمي منها وفيها ولحمي وعظمي منها وفيها والقدس الله حميدة القدس ان شاء الله صمدين القدس قلب فلسطين والقدس قلب فلسطين والدم ما بيغلى عليها والدم لا ما يغلى عليها من هون مش متزحزح قاعد فيها ومش متزحزح قاعد فيها خلال هذا المعرض الهدف هو إيصال رسالة للزائرين لكل من يأتي يزور هذا المعرض يزور هذا المؤتمر بأن هنالك قضايا إنسانية يجب أن تهم كل إنسان بغض النظر عن توجهاته السياسية بغض النظر عن عقيدته بغض النظر عن لونه هذه قضايا إنسانية تهم كل إنسان يعني له وعي وله إحساس بأخوه الإنسان في أي يعني منطقة في العالم فنحن هنا في هذه الجمعية تعنى بالقضايا الإنسانية وفي مقدمتها قضية فلسطين معاناة الشعب الفلسطيني في المخيمات في مناطق اللجوء في داخل فلسطين أيضا فهذه الجمعية تعنى بالتعريف بهذه القضية والتعريف بمعاناة الشعب الفلسطيني وبالتالي الهدف من هذا المعرض هو أيضا هو أن نلفت انتباه الناس لوضع مثلا قضية القدس وارتباطهم كما قلنا يعني كإنسان له مبدأ وصاحب فكر يعني إنساني يريد أن يساعد أخوه الإنسان في أي بلد آخر بأن نربط لهم ونقول لهم هذه قضية فلسطين هنالك معاناة للشعب الفلسطيني هنالك احتلال يخضع له الشعب الفلسطيني وهذا معروف في القوانين الدولية هنالك القوانين الدولية المحاكم الدولية التي قضت بذلك اتفاقيات جنيف فنريد أن نوعيهم ونربط أيضا بذلك الجانب الديني فأهمية فلسطين الدينية وأهمية القدس الدينية للمسلمين هي أمر عظيم يجب أن يعي الطفل من صغره هذا الأمر بحيث أنه يفكر لاحقاً كيف يستطيع أن يخدم القضايا الإنسانية بشكل عام وقضية فلسطين بشكل خاص Thank you.
نحن نقدم السيرة النبوية في فرنسا للمسلمين ولغير المسلمين بنفس الطريقة، ونعتمد على منهج علمي، يعني على عدة نقاط. أولها المصادر طبعاً نفسها، القرآن، ثم المحدثين بالسيرة، ثم الأحاديث الصحيحة وإلى آخره. ونعتمد على شراكة مع مركز البحوث والدراسات في المدينة المنورة لقربهم من أماكن الأحداث، فهم يستطيعون النظر والبحث يعني من الناحية الجيوغرافية أيضاً لتأكيد الحدوث وتصحيح المعلومات المنتشرة شفهياً والتي لا تعتمد على حقائق علمية. نحن نقوم بهذا المشروع منذ تقريباً 13 سنة، يعني هذه السنة 13 في ملتقى مسلمين فرنسا. ومنذ 3 سنوات أسسنا الجمعية بطريقة نظامية ورسمية، ويعني الحمد لله تأتينا تقريباً كل شهر عندنا نشاطين 3 أو حتى أكثر أحياناً في عدة مدن في فرنسا. تأتينا دعوات من مسلمين ومن غير المسلمين، ويعني كما ترون حولكم دائماً في إقبال على تقديم السيرة عن طريق العرض أو حتى في شراء المجلات. فنحن نقوم أيضاً بإعداد مجلات تقدم السيرة النبوية بطرق مختلفة للفرنسيين. الأسئلة التي يسألها غير المسلم يا إما منتشرة على الوسائل الإعلامية أو في الثقافة أو العادات الإسلامية، يعني يقدمها حتى المسلمين كمفاهيم، وكثيراً ما نرى أنها ليست صحيحة بالكامل، ربما تكون فيها صحة لكن ليس بالكامل، فنحاول إعطائهم الصورة الكاملة. أعطيك مثال، قتلى بنو قريضة، هذه قصة في كل المصادر الإسلامية تجد أن عدد القتلى 700. السنة الماضية قام أخواننا في مركز البحوث والدراسات في المدينة بإعداد دراسة كاملة على الموضوع وإثبات أن هذا الرقم مستحيل، وأن الرقم أقرب بين 40 و50. فنحن قمنا بترجمة هذا البحث مثلاً ونحاول تقديمه إلى من يسأل هذه الأسئلة، ويعني بطريقة منهجية علمية دائماً. يعني من يأتي لإحداث المشاكل فقط والحديث لا نضيع وقتنا، ما عندنا وقت، نحن عندنا شغل، فنخوض مباشرة بالمنهج العلمي والبحث والطريقة العلمية في الحوار. كيف انتشر الإسلام بالسيف؟ ونحن نثبت أنه لم ينتشر بالسيف. عمر عائشة، قتل بنو قريضة، هذه الأشياء التي يسمعونها في الأخبار والتي يعني نكتشف وهم يكتشفون أنهم لا يعلمون شيئاً عن الدين الإسلامي عندما يسمعون أو يقرؤون معرض السيرة أو مجلة السيرة النبوية. أنا الأستاذ نور الدين الشافعي، مدير مسجد سيرجي الكبير ورئيس فيدرالية مسلمي سيرجي ضواحي باريس. كل سنة نشارك في هذا الملتقى الإسلامي الكبير، وهدفنا هو التعريف بمسجدنا، ونحن عندنا جناح هنا بهذا المعرض، ونعرف بكل أنشطتنا المختلفة، منها تعليم اللغة العربية ودروس تدارك للأطفال، وكذلك التجويد وتلاوة القرآن الكريم على الأسس الصحيحة. إذن نحن في هذا المهرجان، في هذا الملتقى الكبير، الحفل الذي نحتسبه حفلا كبيرا، فنتمنى أن تتوحد قوى المسلمين لما فيه خير الجالية بأوروبا على وتربية الأبناء على الإسلام السمح، الإسلام المعتدل، الإسلام الوسطي الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ننهض بديننا، وحتى نعطي صورة ناصعة للدين الإسلامي بهذه الربوع. أستاذ عبد الرحيم، الآن هجوم الإرهابي الذي حدث في نيوزيلندا والذي أثر على المسلمين بصفة عامة، كيف ترون وضع المسلمين سواء في الدول المسلمة وكذلك في العالم الغربي الآن؟ بسم
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشكر الإخوة في قناة الحوار على هذه الاستضافة. في الحقيقة ما حدث في نيوزيلندا يعني كان مؤسفا جدا، وأظهر يعني أن الإرهاب لا دين له، وهو يأتي من الجهل بالدين والجهل بالآخر أكثر مما أنه يعني يبرز أن هناك متدينين. ولذلك للمتشددين والمتطرفين في كلا في جميع في الديانات أو في يعني تمظهرات أخرى هم يعني يجهلون وغير مستعدين للحوار من الآخر وتقبل الآخر. ما حدث يعني كان مؤسفا، وقد أدانته كل الجهات وأدناه نحن أيضا، ونظم المغاربة يعني وقفات واحتجاجات تضامن واحتجاج في نفس الوقت. لكن أظهر الشعب النيوزيلندي يعني تضامن أكثر، والسلطات يعني أظهرت يعني وعيا بالموضوع وتفاعلا يعني استثنائيا، خفف رغم أن يعني المجزرة كانت أعدادها كبيرة بالمقارنة فيما يقع. ونأمل أنه في المستقبل يعني يكون هناك نوع من الوعي لدى المسؤولين الأوروبيين وغيرهم، ولدى أيضا عدد من السياسيين الذين يشيعون نوع من الخطاب، هو خطاب يشجع على الحقد على الكراهية، وهذا من شأنه أن يؤطر الشباب على المدى القصير أو على المدى البعيد ليكرهوا الآخر، وقد يعني يتطور هذا الكره وهذا الحقد إلى ممارسات إجرامية. هؤلاء مطلوب منهم أن يعني يتحلوا بمزيد من البصيرة، بمزيد من الوعي، أن قدرنا حتى سواء في بلد أو في العالم فيها الذي أصبح قرية، أن قدرنا أن نعيش يعني عيشا مشتركا كريما للجميع، وهذا يقتضي وعيا بالاختلاف وأيضا وعيا كبيرا كيفية تدبيره وتدبير هذا العيش المشترك. وأقدر أن المسلمين في دول الإسلامية وفي الدول الغربية وفي العالم رغم هذه المآسي هم يعيشون يعني تطورا ونموا، سواء على المستوى العدد ولكن أيضا على مستوى الوعي. وأصبحنا اليوم نجد يعني أفكار، لا أقول أفكار، اجتهادات جديدة تشجع أكثر على السلام، تشجع أكثر على العيش مع الآخر عود ما كان سائدا في مرحلة من المراحل. بعض الاتجاهات أو بعض الأفكار أو بعض الاجتهادات لا أقول القديمة التي كانت بنت زمنها وربما كانت مقبولة في زمن آخر، اليوم نحن في مرحلة من الوعي جديد يعني يؤسس لدورة جديدة تعطي للمسلمين حضور أكبر في بلدانهم الإسلامية وفي البلدان الغربية. أنتم تترأسون حركة دعوية، وأكيد أن لكم تواصل مع المغاربيين هنا، مسلمين مغاربيين في أوروبا بصفة عامة. ما هي أهم التحديات التي تواجه المسلمين في أوروبا بنظركم؟ أقول أهم التحديات يعني هي فيها ما هو مشترك مع المسلمين جميعا، وهي تحديات فكرية علمية شرعية يعني تحتاج منا إلى أن نفهم ديننا في الوقت الحاضر في ضوء التحولات التي نعيشها، وتحتاج منا إلى جهد علمي كبير جدا يقوم به العلماء ويقوم به أيضا أهل الفكر والرأي من أجل أن نعيش هذا الزمن. أسلافنا عاشوا يعني زمن سابق واجتهدوا لزمانهم، لا نغير في الثوابت، لكن يحتاج منا هذا جهد كبير، هذا على المستوى الفكري وأيضا على مستوى الممارسة. نحتاج أن نتمثل يعني مبادئ ديننا وقيمه الأخلاقية بشكل عملي أكثر منه قولي لساني، وهذا هو الذي سيعطي أثره في المستقبل. طبعا المسلمون هنا في الدول الأوروبية وفي خارج بلاد المسلمين عموما تنضاف إليهم مهام أخرى، يعني مهام محاولة الحفاظ على هويتهم على دينهم، وأيضا لا أقول الاندماج ولكن العيش في أوطانهم التي أصبحت اليوم أوطانهم، هي هذه أصبحت أوطانهم وأوطان أبنائهم والأجيال المقبلة، فيحتاجون إلى يعني مزيد من الاندماج، مزيد من الانخراط في هموم يعني الأوطان التي أصبحوا هم أبنائها، ويحتاجون إلى جرعة في مزيد من قيم المواطنة أكثر وقيم الاندماج أكثر. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي اقبل صلاتي على النبي لاجل النبي ما بعد النبي لاجل النبي اقبل صلاتي على النبي لاجل النبي يا إلهي الكل كن لي كن لي انت عالم بيا كلي
الكل يا رحيمي يا إلهي يا عظيمي أنت جاهي من عبادك احصلي احصلي أنا بجاه النبي اقبل صلاتي على النبي أنا بجاه النبي اقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي اقبل صلاتي على النبي لجل النبي اقبل صلاتي على النبي لجل النبي مع بعض ايدينا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيال اشتقنا لك والهوى نادانا مع بعض والهوى صراحة الأجواء كانت رائعة جداً، تفاعل كبير من الجمهور، رفع الأعلام الفلسطينية في كل الصالة، تفاعل كبير مع الأغنية الفلسطينية فعلاً، وهذا اللي شجعنا أنه نعطي أكثر في هذا الحفل، وإن شاء الله في هاي الليلة راح يكون في المزيد من الأغاني الفلسطينية بإذن الله. والله بصراحة حسب رؤيتي في أوروبا بشكل عام التراث الفلسطيني صار شيء من الأشياء المحببة للجماهير، مش بس العربية حتى الأوروبية، يعني في كثير من الحفلات اللي تقام في أوروبا بتلاقي فيه موجود التراث الفلسطيني، الدبكة الشعبية حتى صاروا يتعلموها غير يعني خلينا نقول الجاليات العربية في أوروبا، وتشوف الأوروبيين عم بينزلوا وبيدبكوا في ساحات الدبكة فعلا. أنا ابن القدس ومن هون من هون أنا 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 ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحني وعظمي من غوفيها أنا أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحني وعظمي احنا الحق الماضي طالع عن قدس الامي بندافع احنا الحق الماضي طالع عن قدس الامي بندافع من كل حارة وبيت وشارع راح نفديها نسمع انا ابن القدس ومن هون مش متزحزح اسمعني يا كل الكون لحني وعظمي من أوفيها
لو مهما بتمر سنين عبوابك نبقى صامدين، لو مهما بتمر سنين عبوابك نبقى صامدين. القدس قلب فلسطين، والقدس قلب فلسطين، والدم ما بيغلى عليها، لا ما يغلى عليها. من هون مش متزحزح قاعد فيها، ومش متزحزح قاعد فيها. اسمعني يا كل الكون، لحمي وعظمي منها وفيها، هو لحمي وعظمي منها وفيها. والقدس الله حميها، القدس الله حميها. وهلا هلا هي، لو مهما تجوع وتحاصر والمقابر فيها تصادر، لو مهما تجوع وتحاصر والمقابر فيها تصادر. نفرط فيها صوت انا ابن القدس، ومن هون مش متزحزح قاعد فيها. اسمعني يا كل الكون، لحمي وعظمي اسمع سوا. انا ابن القدس مش متزحزح، اسمعني يا كل وفيها. والقدس الله حميها، القدس الله حميها، الله حميها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة للفن دور كبير في صناعة الوعي العام، صناعة شحذ الهمم في أوساط الشباب، خصوصا في هذه الأيام توصيل رسالة الشعب الفلسطيني إلى جميع أصقاع الدنيا، وبالذات هنا في أوروبا نوصل رسالة فلسطين والشعب الفلسطيني من خلال الأغنية، من خلال اللحن، من خلال الكلمة المغناة إلى الجيل الجديد وحتى الأجيال القديمة، حتى أبناء الجيل القديم، حتى الفلسطينيين المقيمين هنا في أوروبا. يعني نذكرهم بأن لهم قضية وأن لهم وطن، وإن كانوا متذكرين أن هنالك وطن وأن فلسطين ويحبون، يعني من هنا من خلال الغناء الفلسطيني يعني نزيد من همتهم ونشحذ من همتهم تجاه قضية فلسطين. يعني الفن بشكل عام هو يعني ممكن نعتبره فلسفة حياة، لكن في سياق القضية الفلسطينية هو يعني رسالة مهمة، وهو طريقة مهمة. أحياناً الكلمة العادية لا تستطيع أن توصل هذا الشرح، إنما الكلمة المغناة هي وسيلة مهمة في إيصال الرسالة التي أي رسالة كانت يريدها صاحب المغنى. سرجنا الخيل للأقصى سرجنا، ودم القلب عترابه سرجنا، سرجنا الخيل للأقصى سرجنا، ودم القلب عترابه سرجنا. ضوينا الليل ضوينا الليل من عتمك سرجنا، وقلنا النصر قلنا النصر من الله انكتب. يا أقصى ما أنت وحيد سيجناك قلوبنا، اسمع مع بعض. يا أقصى ما انت وحيد سيجناك قلوبنا، سيجناك قلوبنا، وعنك والله ما نحيد، وانت سراج دروبنا، انت سراج دروبنا. يا أقصى ما انت وحيد سيجناك قلوبنا، سيجناك قلوبنا، وعنك والله ما نحيد، وانت سراج دروبنا، انت سراج دروبنا. اي وسراجك زيت ودم، ابشر ولا تهتم، سراجك زيت ودم، ابشر ولا تهتم، حريتك مطلوبنا مطلوبنا. ويا أقصى
جينا عشاق يا مجد الأحرار يا مجد الأحرار والدم لأرضك مشتاق دا يطلع نوار دا يطلع نوار ويا أقصى جينا عشاق يا مجد الأحرار يا مجد الأحرار والدم لأرضك مشتاق دا يطلع نوار دا يطلع نوار ومن فوقك أو من تحتيك بعظام الصدر بنحميك انت